فنعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد على التمام ولك الحمد على الكمال. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لك الحمد حمدا كثيرا لا ينبغي إلا لك. اللهم لك الحمد بألسنتنا ولك الحمد بجوارحنا ولك الحمد بقلوبنا. لك الحمد كما بلغتنا رمضان ولك الحمد كما وفقتنا ولك الحمد كما أنعمت علينا ولك الحمد كما أعنتنا ولك الحمد كما هديتنا. وما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا. لك الحمد الذي يرضيك عنا ولك الحمد الذي ترضاه منا. اللهم صل على نبينا محمد زين رسلك وأفضل أنبيائك وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اجعلنا لك ذاكرين، اجعلنا لك شاكرين، اجعلنا لك مطواعين، اجعلنا لك مستغفرين منيبين أواهين يا رب العالمين. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خير الدنيا والآخرة فبلغنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا قديم الذنب وحديثه وأوله وآخره وصغيره وكبيره وظاهره وباطنه يا ذا الجلال والإكرام. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا. وعافنا واعف عنا واقبلنا وتجاوز عنا وكن لنا حيث كنا
يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. إلهنا يا الله، نعوذ بك أن نخرج من رمضان كما دخلنا، نعوذ بك أن نخرج من رمضان كما دخلنا، نعوذ بك أن نكون ممن رغمت أنوفهم أدركوا رمضان فلم يغفر لهم، نعوذ بك أن نكون ممن رغمت أنوفهم أدركوا رمضان فلم يغفر لهم. أنت أكرم الأكرمين، أنت أجود الأجودين، أنت أرحم الراحمين، أنت من يكرم الوافدين، أنت خير الغافرين. لا تحرمنا فضلك، عاملنا بما أنت أهله، عاملنا بما أنت أهله، تفضل علينا بما أنت أهله يا رب العالمين. إلهنا يا الله، قست قلوبنا، قست قلوبنا وأحاطت بنا خطايانا وأسرفنا على أنفسنا وضاقت صدورنا. أنت الذي ناديتنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. نسألك أن تغفر، نسألك لذنب لا يغفره سواك، نسألك لذنب لا يغفره سواك. اللهم اغفر لنا كل ذنب يباعدنا عن رحمتك، يباعدنا عن رحمتك، ويحل بنا سخطك، وينزل بنا عذابك، ويسلبنا كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وسلامة وصحة وحياة رغيدة. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، وجد علينا بأول الحظوظ من غفرانك، ولا تحرمنا ما عودتنا من جميل إحسانك، وارزقنا اللهم لا تحرمنا ما عودتنا من جميل إحسانك. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن كان في سابق علمك أن قضيت الآجال فأحسن الخلافة على باقينا، وأنزل الرحمة على ماضينا، واجعل موعدنا جنات النعيم يا رب العالمين. يا من تباركت ذاته وتقدست أسماؤه وصفاته، يا من تباركت ذاته وتقدست أسماؤه وصفاته، عم خيرك كل البريات وشمل لطفك كل الكائنات. اللهم أعنا على أنفسنا والشهوات، اللهم اصرف عنا الشهوات، وأعنا على أنفسنا الأمارة بالسيئات يا رب العالمين. يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء،
وتعز من تشاء وتذل من تشاء وترحم من تشاء وتعذب من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على خلقك أن تجعلنا على الصراط من العابرين. اللهم اجعلنا على الصراط من العابرين، واجعلنا لكأس نبيك شاربين ولحوضه واردين. اللهم اجعله شافعا مشفعا، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا، آخذا بأيدينا إلى الجنات، حائلا بيننا وبين النار وما فيها من الدركات يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين محت تراب محاسن وجوههم، اللهم إنا ندعوك لهم ونتضرع إليك من أجلهم. اللهم من كان منهم فرحا مسرورا فزده حبورا، ومن كان منهم معذبا فارحمه وزده فرحا وسرورا يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا توبة صادقة تمحو بها ما كان منا من ذنوبنا وخطايانا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم في ختام ليلتنا هذه اجعلنا من الفائزين برضوانك، والمعتقين من نيرانك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد مسك الختام وخير الأنام، وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وسلام.